السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المقاطعين وأخواتي المقاطعات. ما تنساوش واجب ديالنا كمسلمين يا إخوان أننا نقاطع جميع المنتجات الفرنسية، داكشي اللي قدين عليه نديرو واخا نعرفو نضرهم غير بعشرة ريال. هذيك الدولة العلمانية كتآمن غير بالفلوس، هذاك هو الحاجة الوحيدة اللي كتآمن فيها. إلا ضربناهم لجيبهم يا إخوان غيكون أحسن رد على هذوك الشركات الفرنسية، وهذيك الساعة هما اللي غيصافقوا ماكرون. لذلك يا إخوان رجوعا للمواضيع ديال الحلقة ديالنا ديال اليوم يا إخوان، غنتكلمو على رسميا مرسوم التعويضات صادقت عليه الحكومة الإيطالية. غنشوفو أشنو فيه بزاف الحوايج زوينة يا إخوان وبزاف القوانين اللي دايروها، من بينها رجوع دخل الطوارئ الراديسو ديال المرجسة، الناس اللي طلباتها في الأول واستفدت منه حاليا راه رجعات الحكومة، غنشوفو شحال من شهر. كذلك احتجاجات في جميع أنحاء إيطاليا، وغنمشيو نشوفو جميع المدن اللي احتجوا فيها، غتكون واحد النظرة سريعة. وهذا الشيء غادي يكون إن شاء الله غادي بتسلسل يا إخوان. غنشوفو أولا المدن اللي كان في الاحتجاج، غنشوفو الجواب ديال كونتي، ومن بعد غنشوفوا الجواب ديال الحكومه الايطاليه بهذا المرسوم ديال التعويضات. لذلك غنمشيو دقه دقه يا اخوان. وكذلك غنتكلموا على البلوكو ديال ليشينسيامينتي، التوقيف الطرد من العمل، يعني الشركات ما غيبقاش عندها الحق انها تطرد العمال ديالها، وبطبيعه الحال كاين شروط بزاف غادي نمشيو نشوفوها. وغنتكلموا على ريتشاردي اللي هو مستشار وزير الصحه اللي تكلم على لابد من انه يكون الحجر الصحي في ميلانو ونابولي. لذلك اخوان قبل ما نبدا كنبغي نشكر جميع الناس اللي كتفاعل مع الفيديوهات بلايك وبالتعاليق، بزاف الناس ما كديرش لايك ما عرفتش علاش. المهم الناس اللي ما مشتركاش تشارك في القناه باش تبقى توصل بجديد اخبار ايطاليا ان شاء الله. هذه المعلومه غنعاود نذكركم بها، راه ديجا دوينا عليها ولكن ماشي مشكل نعاودوا نذكروا بهذا الخبر يا اخوان. هو انه في هذه الحاله تعطات الملطة جوج المغاربه كانوا راكبين في السياره وما عندهمش نفس الريزيدانس، يعني ما ساكنش مع بعضياتهم. الا ما كنتي ساكن مع واحد الشخص وركبتي معاه في الطوموبيله خاصك انت وياه ديروا الماسكيرينه، الا ما درتيش الماسكيرينه كاينه ملطة يا اخوان ديال 400 اورو. في هذه الحاله كل واحد فيهم تعطات 400 اورو يا اخوان. وهذا الشيء وقع في جويا دي مارسي يا اخوان، واحد البلديه صغيره في لاكويلا في الريجون ديال لابروتسو. لذلك اخوان راه الزامي الا ركبتي مع شي واحد دير الماسكيرينه، كنتي كتمشي معاه للخدمه دير الماسكيرينه، كان يعني صديق مشيتي انت وياه تشرب واحد القهوه بنهار دير الماسكيرينه. ما هادشي ما فيهش الحشمه، اشنو اللي حسن؟ واش تقول الحشومه ما نديرش الماسكيرينه مع صاحبي ولا وقفوك البوليس حتى تاخذ 400 اورو؟ خبر ثاني يا اخوان هو انه صراحه وليت كنتسابق انا والراديو، يعني بزاف المواضيع وليت مؤخرا كندوي عليهم انا في الليل، الغد اللي في الصباح كناقشهم في الراديو. الموضوع اللي تكلمت عليه البارح هو انه الوزارات الخارجيه كتعلم الناس انها ما تسافرش للخارج. هذا الشيء علاش ممكن انه بعض الدول تسد الحدود ديالها، وديك الساعه غيكون مشكل انهم يرجعوا لايطاليا، وهذيك الساعه ما نبغوش الناس انها تبقى مبلوكيه في المغرب وتقول لا حقا ايطاليا ما رجعتناش، علاش ايطاليا رجعت ولاد بلادها، ونبداو نديروا المظاهرات قدام القنصليه كيف ما كنا في شهر 3 وفي شهر 4. لذلك حذر يا اخوان. حاجه اللي مهمه قالوها اليوم في الراديو هو انه بعض الجمعيات لحمايه المستهلكين قالوا بلي انه على حساب القرار اللي دار كونتي في الديبيتشي من الاخر هو انه كينصح الناس انها ما تخرج من ايطاليا، قالوا بلي انه كاين امكانيه انه الناس اللي ما بقاتش باغا تمشي وبغات تسمح في هذيك الرحله، اللي مثلا كنتي باغا تمشي للمغرب وسمحتي في الرحله ديالك، كاين امكانيه انك دير طلب بسبب هذا القانون. يعني تمشي عند الشركه تقول لها شوفي راه قالوا لي ما تقدرش تمشي خارج ايطاليا من اجل السياحه، لذلك بغيت الريمبورتسو، والشركه خاصها دير لك الريمبورتسو. لذلك يا اخوان حاجه اللي مهمه بزاف هو انه راه قلتها لكم البارح، واللي ما تفرجش الفيديو يمشي يعاود يتفرج فيه، ممنوع انك تخرج من ايطاليا باش تمشي للمغرب كسياحه. كتسمح لك ايطاليا انك تمشي من اجل واحد الشيء اللي هو مليح، ولا واحد الامر اللي هو مليح، ولا شي قضيه باغي تمشي تقضيها، هذا الشيء ممكن، اما باش تمشي غير باش تدور راه ممنوع. لذلك يا اخوان حذاري ثم حذاري، وهذا راه خبر زوين، يعني الناس اللي ما بقاتش بغات تمشي راه كاينه امكانيه انك تطلب الريمبورتسو بسبب هذا القانون اللي دار كونتي. اول خبر غنبداو به اخوان هو المظاهرات اللي كانت في العديد من المدن الايطاليه من شمالها الى جنوبها، مدن كثيره ظهرت البارح يا اخوان. علاش؟ حيت بزاف الناس ضرت من الديبيتشيامي او القانون اللي دار كونتي الاخير، بزاف الناس بقات بلا شغل، ريستورات اللي العمل ديالهم قلال، لذلك خلاو الخدامه ديالهم. لذلك بزاف الناس ضرات، واخا الدوله كتوعد بلا انها غتعطي مساعدات، وغنشوفوا القانون ديال المساعدات اللي دارته الحكومه اليوم يا اخوان. لذلك قبل ما نمشيو نشوفوا هذا القانون، نشوفوا المظاهرات في اين مدن كانت يا اخوان. غادي نقول لكم السريع على المدن اللي كان فيها المظاهرات يا اخوان: بيزارو، ترياستي، تيرني، رافينا، لاتينا، روما، فورلي، تريفيزو، بيسكارا، فيرارا، تشيزيناتيكو، ليتشي، فيتشينسا، ميلانو، نابولي، روفيغو،
تورينو وغادي نرجعوا ان شاء الله لتورينو حيت ناض فيها النهب والسرقه والصداع بزاف يا اخوان. كاتانيا، كازارانو، اوستيا، باليرمو، لوكا، جينوفا، فياريجو، مودينا. بطبيعه الحال اخوان كنتكلموا على اكثر من 25 مدينه، وكاين ربما مناطق اخرى اللي يعني ما كاينش فيها الصور، لكن كان بزاف ديال المظاهرات اللي ظهروا كما قلت لكم. الناس اللي بقات بلا شغل بلا خدمه بلا حتى شي حاجه كتسنى في الاعانه ديال الدوله، كيديروا هذه المظاهرات باش يديروا واحد الضغط شويه على الحكومه باش تعاونهم اعانه اكثر من اللي عاونتهم في شهر 3 وفي شهر 4، حيت هذاك الشيء كان قليل بزاف يا اخوان. وسيرتو الناس اللي في المسرح يا اخوان وفي الباليسترات كيقولوا للدوله علاش سديتي الباليسترات والمسارح؟ المسارح مثلا والتياترو يا اخوان، الناس كتمشي تجلس في بلاصتها، الناس اللي بعقلها وداك الشيء كيجلسوا في بلاصتهم كيتفرجوا كينوضوا يمشيو في حالهم، ما كاينش لا زحام لا حتى شي حاجه. كيظهر يعني هذاك القانون ديال انهم يتحبسوا من الخدمه هما ما دخلش لهم العقل ديالهم، لذلك كيظهروا في العديد من المدن الايطاليه اللي دار فيهم صداع كما قلت لكم. ميلانو، ميلانو راه 28 شخص يا اخوان داوهم البوليسيا الكازيرما. كذلك كنتكلموا على تورينو اللي وقع فيها بزاف ديال الصداع يا اخوان، ضربوا البوليس، مشعلوا العافيه وداروا السرقه والنب كما غتشوفوا معايا هنايا النيغوتسي ديال غوتشي يا اخوان. راه واحد الفيديو فيه 3 دقائق تقريبا غير باش يهرسوا هاد الدجاج، هرسوا الدجاج، دخلوا يعني سرقوا الملابس ديال غوتشي وداوهم في السيكان. لذلك البوليس الحمد لله تمكن انه يشد الناس اللي سرقت هاد السيكان ورجع جميع داكشي اللي تسرق لغوتشي. شكون هما هاد الناس اللي سرقوا؟ كنتكلموا على جوج اشخاص اللي هما عندهم جنسيه مصريه وشخص اللي عنده جنسيه ايطاليه. بطبيعه الحال بثلاثه راهم دابا في الريستو مشدودين في الحبس، وكاين بزاف الناس اللي داروا لهم الدينونشا. وبطبيعه الحال اللي وقع هو انه كاين بزاف الناس اللي تضررت، خرجت انها باش دير المظاهرات، وكانت يعني ناس اللي هي معقوله وتظاهرت بكل احترام للبوليس وللقانون، لكن كانوا شي اشخاص كيف ما كيقولوا لنا البوليس اكثريه ديالهم مينورين يعني صغار في السن. وزياده على هذا الناس اللي تشدوا داهم الكازيرما ولا الناس اللي كانوا يعني كيسرقوا داك الشيء كلهم ما عندهم حتى شي علاقه بهذا القانون، يعني هم استغلوا هذه المظاهرات باش ينوضوا الصداع ويهاجموا البوليس واخا ما عندهم حتى شي علاقه وما كينتميو حتى شي قطاع من هذه القطاعات اللي تضرات. اليوم كذلك يا اخوان في الجورنال اللي خرجوا في الصباح كان جوج لقاءات صحفيه ديال كونتي، واحد مع الكورييري ديال سيرا والاخر مع الفاتو كوتيديانو، كيشرح فيه علاش الدوله وعلاش الحكومه قررت انها تسد الريستورات وتسد صالات الرياضه والمسارح والباقي القطاعات. علاش؟ حيت الناس اللي تضرت من هذا القانون ما فهمتش علاش مثلا الريستورات تسدوا، وكيقول لك مثلا علاش الغداء يتغدى والعشاء ما يتعشاش، في نفس الوقت يقول لك علاش المسرح اللي الناس كتجلس فيه والسينما الناس كتجلس وما يعني كتكون متباعده، بنادم ما كيكونش نايض، ما كتكونش الحركه كثيره بزاف، علاش تحبس؟ يعني الناس ما فاهمش صراحه علاش دار. لذلك كونت اليوم خرج وقال لهم بلا غادي نشرح لكم علاش خدينا هذه القرارات وفسرها كامله. من بين الاشياء اللي بدا بها الانترفيست مع الفاتو كوتيديان هو قال لهم الان حان وقت ديال المعقول وديال ريسبونسابيلتا، وصيفط واحد الرساله مشفره للحزب ديال الرانسي، حيت الحزب ديال الرانسي يا اخوان فاش كانوا كيديروا في الاجتماعات باش يديروا هذه القوانين كانت جالسه بين لا نوفا اللي كتمثل الحزب ديال الرانسي وصوتت معاهم بنعم باش يدخل هذا القانون لحيز التنفيذ. مني خرج القانون خرج رانسي تيقول لي لا الحكومه ما خصهاش دير بحال ما هكا، الحكومه خصها تحيد القانون الفلان الفلاني، الحكومه خصها تراجع. لذلك يا اخوان كونتي قال لهم شوفوا الاحزاب السياسيه، وهذا الشيء راه رساله للرانسي اولا حيت قال لهم الناس في الحكومه وحتى الاحزاب الاخرى، ما خصناش نبداو نصوتوا على العافيه ديال الغضب ديال الناس، الناس غضبانه والناس مقلقه من هذه القوانين اللي دارت الحكومه ما راضياش بها. لذلك قال لهم كونتي حبسوا من هذا الشيء، ما يمكنش لنا اننا نبقاو نحرضوا في الناس على قبل الاصوات. وفي نفس الوقت كيأكد بالله أنه هذه القوانين اللي اتخذتها الحكومة الإيطالية راها ماشي للنقاش، يعني لا رجعة في هذه القوانين اللي يعني ما يبقاوش الناس تضغط بالله أنه كونتي غيتراجع على شي قانون من هذه القوانين اللي اتخذ. وما بين الشروحات اللي عطاه هو انه فضلوا انهم يحبسوا الدراري من المدرسه ويديروا سمارت ووركينغ، يعني الناس تخدم من البيت ديالها الموظفين وداك الشيء باش يقللوا الضغط على الترونسبور. قال لهم حنا عارفين بلا الترونسبور هو اللي كتنقل فيه العدوى بزاف وفيه الضغط بزاف وما كاينش الاحترام ديال هذيك 50% او 80% على حسب المناطق، لذلك قلنا للدراري يبقاو في الدار ديالهم، وفي نفس الوقت قلنا للشركه تخدم الموظفين ديالها من الدار، هاد الشيء باش يقلل الضغط على ترونسبور. وفي نفس الوقت قالوا للناس ما تبقاش تحرك من البلديات وما تبقاش تاخذ الترانات وداك الشيء الا كانت شي حاجه مريحه، واخا ماشي يعني الزامي ولكن غير واحد النصيحه. قال لهم في نفس الوقت سدينا البيران في الليل والسينمات والريستورات والمسارح، علاش؟ باش نقصوا من امكانيه الاختلاط ديال الناس، حيت الا خلينا هاد الشيء مفتوح البنادم غيولي يخرج يشد الطوبيس ولا يشد التران ولا يشد الطاكسي باش يمشي للمسرح باش يمشي للسينما او باش يمشي للريستورا، غيتلاقى مع ناس اخرين، غيتلاقى مع الاصدقاء ديالو، غيبغيو يمشيو يوقفوا
واحد البياتسا يبغيو يشربوا شي حاجه. لذلك حنا باش نقسم من التحرك كامل وباش الا طلع شي واحد بوزيتيف اللي قراص مراكش مع الناس بزاف، لذلك فضلنا اننا نسدو مع السريه العشيه. يعني القوانين اللي اتخذتها ايطاليا اخوان راه اتخذتها عن اسباب اللي هي جايه عن قناعه، ماشي غير فاقوا الصباح وقالوا اش نديروا اش نديروا نسدوا الريستورات ونسدوا قاعات الرياضه. فيما يخص إخوان قانون التعويضات اللي يعني تم المصادقة عليه في مجلس الوزراء اللي دار اليوم كونتي مع الوزراء ديالو، لذلك يا إخوان كنتكلموا على أشياء اللي هي رسمية باقا ما مشاش الجريدة الرسمية، ولكن الديكريتو راه أبروفاتو كيف ما كيكتب لينا الكوريير دي لا سير، يعني تم المصادقة عليه. التعويضات يا إخوان اللي تمت المصادقة عليها اليوم راه مهمة جدا وربما تخص العديد منكم، لذلك غتكون تعويضات الناس اللي عندهم طاكسيات يا اخوان. كيف ما قلت لكم الطاكسيات ضر بزاف من هاد القوانين، علاش؟ حيت نقص الترافيك بزاف. ثاني حاجه لان تشيتشي هما يا دوك السيارات اللي كيتكراو بالسائق غيكونوا كذلك جوج ماشي غير وحده كيف ما كان قال كونتي، جوج اشهر ديال الراديتو ديال الامرجنسا العائلات اللي يعني ما كتقدرش تستافد من الراديتو ديال شي طادينانسا وما عندها حتى شي دخل. الناس سول على ريوسكم، الناس اللي دفعت الراديتو ديال الامرجنسا واستفدت منه في شهر 5 وشهر 6 لمده شهرين عندك الحق انك تزيد تستفد منه شهرين اخرى، وراه فيه واحد السومه ديال الفلوس اللي هي محترمه جدا. كنتكلموا على انه الشركات اللي ضرات ما غاديش تخلص الكونتريبيوت ديال شهر 11، في نفس الوقت كنتكلموا على انه المسرح والحفلات عندهم امكانيه انهم يعوضوا الناس اللي شرات البي بالفويتشر، يعني يردوا لهم البون فبلاص ما يردوا لهم الفلوس، يعني الفلوس غيبقاو عندهم يردوا لهم غير البون، وهذه الامكانيه كتعطيها ايطاليا واخا هي غير قانونيه. الاتحاد الاوروبي ما كيعترفش بهذا القانون انك دير البون وما ترجعش للناس فلوسهم. راه حاليا فاتح واحد التحقيق ضد ايطاليا حيت كانت كتسمح للشركات ديال الطيران انها تعوض الناس بالبون وما تعوضهمش بالفلوس، لذلك راه ماشي قانوني ولكن الحكومه الايطاليه مازال كتسمح بهذا القانون. كذلك غيتحبس حتى نهايه هذه السنه البينيورامينت او الرهن على الملك العقاري. في نفس الوقت الكورياني ديال لاسيرا كيقولنا في هذا الديكريتو بلي راه يعني عطلوا واحد الانتخابات اللي كانت غتكون في الاخر ديال شهر 11 الجاي لكن اجلوها للسنه القادمه. غيكونوا بزاف ديال البلديات هنا في ايطاليا كانوا غيصوروا في شهر 11 ولكن تاجل للسنه القادمه حيت ماشي هذا وقت الصوات يا اخوان. وفي نفس الوقت كيقولنا بلي انه داروا واحد النمره جديده باش يديروا التراتشامينتو ديال الناس اللي غادي تكون بوزيتيف باش يعرفوها مع من تلاقات المخالطين ديالها، داروا نمرة جديدة. فيما يخص التعويضات ديال البيران، البيران غيستافدوا يا اخوان من 150% ديال التعويضات اللي استافدوا منها في الشهور الماضية، يعني فاش كانوا سادين في الحجر الصحي ديال شهر 3 وشهر 4 كانوا استافدوا من واحد لاصومة، هذيك الصومة غيستافدوا منها دابا 150%. يعني نعطيكم مثال، إذا كان الشخص كياخذ 1000 أورو غياخذ 1500، يعني هذا غير مثال، ربما إذا كانت 10 مليون غتولي 15 مليون، يعني التعويضات زادتهم بواحد الكمية مزيانة. فيما يخص الريستورات غيستافدوا من الدوبل يا إخوان، يعني إذا كان شي ريستورا استافدت من 3000 أورو راه غيستافدوا من 6000 أورو هذه المرة، وكنتكلموا يا إخوان على تعويضات اللي الدولة ما غتسترجعهمش منهم من بعد. كنتكلموا كذلك على الديسكوتيكات اللي بقاو سادين حتى في شهر 8 غياخذوا تعويضات 4 المرات الزايدة على التعويضات اللي كانت عندهم في الأشهر الماضية، وكنتكلموا على الناس اللي كانت خدامة في القطاع ديال الرياضة في البالاي استرات ولا في المدارس ديال كره القدم ولا المدارس ديال التنس ولا كاع داك الشيء المدارس اللي حبست يا اخوان غاوليو ياخذوا 800 اورو. وفي نفس الوقت كنتكلموا على الناس اللي عندهم كونترا ستاد جونالي، كنعاود ناكد عليها كونترا ستاد جونالي يعني كونترا موسميه في السياحه، وهذا الشيء راه يخص العديد من المغاربه، وكذلك الناس اللي خدامين في السبيتاكل وفي الفن يعني مسرح ولا في السينمات وهذاك الشيء غياخذوا 1000 اورو. لذلك في الكاس انتيغراسيون اخوان حتى هي زادت فيها 6 سيمانات وغيبقاو الشركات يستافدوا منها حتى الاخر ديال شهر 1 ديال السنه القادمه. والحاجه اللي مهمه بزاف في هذا الشيء كامل هو انه داروا البلوكو ديال ليشينسيامينتي، ممنوع على جميع الشركات انها تخرج شي واحد حتى الاخر ديال شهر 1 يا اخوان. لذلك توقيف الطرد من العمل راه كاين حتى الاخر ديال شهر 1. في نفس الوقت ابتداء من شهر 2 يعني من غيسالي هذا القانون ما يمكنش شركه كتستافد من الكاس انتيغراسيون تجرع الخدام. إذا بغيتي تجرع على الخدام ما خاصكش تستعمل كاس انتيغراسيون، يعني اعطاهم قوانين اللي صراحة كتحافظ على الخدامة والعمل ديال الناس. لذلك الحمد لله قانون زوين بزاف هذا. وكيف ما كنا قلنا هاد الشركة قالوا حتى في الخطاب ديالو بلا غتمحى الراطة ديال الليمو اللي كنخصو هاد الشركات وهاد الريستورات وداك الشيء يخلصوا في 16 ديال شهر 12 الماجي. والحاجه الاخيره هو انه الكريديت دي بوستا بير لافيتو، يعني ما كنهضروش على ناس عاديين، كنهضروا غير على الناس اللي كارين بيران كارين ريستورات كارين بالايستراس ولا شي حاجه بحال ما هكا. الناس اللي ضرات الدوله دارت لهم كريديت دي بوستا ديال 3 شهور او بما يعرف هذاك البونص فيتو ديال الشركات يا اخوان.
لذلك يا إخوان هذا هو القوانين اللي دارت إيطاليا إجماليا، قوانين مزيانة صراحة من ناحية حتى العمل. الناس اللي ما عندهاش يعني حتى شي دخل وما عندهاش الحق في الراديتو ديال شي طادينانسا ممكن أنها تستفد من الراديتو ديال الإمرجانسا لمدة شهرين، لذلك الحمد لله قوانين مزيانة. خبر ثاني يا إخوان كيتعلق بالحالة الوبائية في ميلانو نابولي. والتر ريتشارد اللي هو المستشار ديال وزير الصحة الإيطالي كيقول بلا أنه لازم في هذه المدينتين يدار الحجر الصحي التام لوك داون، يعني تسد كل شيء. علاش يا إخوان؟ قال بلا أنه في ميلانو نابولي من السهل جدا أن الواحد يتعادى إلى مشى الريستورا أو مشى الشيبار أو خد الطوبيس. علاش؟ حيت الإمكانية أنك تكون حدا واحد بوزيتيف كبيرة بزاف. علاش؟ حيت كيدوروا بزاف الناس اللي هم بوزيتيف. قال لهم في هاد المناطق، في هاد المناطق اخوان كيتكلم على ميلانو ونابولي لابد من لوك داون الحجر الصحي، في مناطق اخرى لا. في نفس الوقت كيجاوب حتى على راين سيرانسي اخوان اللي كان داير لهم يعني بزاف ديال الضجيج مؤخرا، تيقول لهم بالله انه الحكومه ما خصهاش تسد المسرح والسينمات. قال لهم مثلا في نابولي ولا في ميلانو راه من غير كاع يعني المعقول وما كنتخيلوش اننا في مدينتين بحال ما هكايا نخليو الناس تدخل تسد عليها في شي بلاصه وفي مكان اللي هو مسدود. لذلك علاش؟ حيت الناس اللي بوزيتيف راهم كثير. شكون اللي غادي يجاوب والتر ريتشارد؟ غايجاوبوا اخوان فونتانا رئيس الجهه ديال لومبارديه. قال لي ما كنظنش بالله انه الحاله ديالنا كتستدعي اننا ناخذ قرارات كالحجر الصحي، بل بالعكس الخدمه ديالنا كلها كنخدموها باش نتفاداو اننا نديروا الحجر الصحي. ولكن يا اخوان هذا الشيء كامل كيرد عليه السيندكو صالا اللي اليوم دار واحد لقاء صحفي وقال بالله انه القرار انهم يديروا الحجر الصحي ولا ما يديروش كيقول بلاهم عندهم 10 ايام اخرى باش ياخذوا هذا القرار. يعني من هنا ال 10 ايام غنشوفوا السيندكو صالا واش غادي يقرر انه يدير الحجر الصحي في ميلانو ولا لا، على حسب الحاله الوبائيه واش غتزيد تدهور ولا غادي تزيد تحسن. لذلك يا اخوان هذا هو اللي كاين الجديد على هذه المدينتين، مدينه نابولي ومدينه ميلانو. فيما يخص الحالة الوبائية في إيطاليا فهي كالتالي، في آخر 24 ساعة تقريبا كنسجلوا 22 ألف حالة يا إخوان، العدد الإجمالي راه كيوصل ل 564 ألف. تخيلوا معايا غير شهر هذا يا إخوان كانت في 360 ألف وكنا كنشوفوا الدول الأوروبية واصلوا 600 واصلوا 700 وكنقولوا كيفاش توصلوا لهذه الحالة، فرمشت عين حتى حنا وصلنا ل 560. لذلك العدد ديال الوفيات اليوم راه طالع بزاف، كنتكلموا على 221 حالة وفاة، العدد الإجمالي ديال الوفيات راه 37700. فيما يخص الناس اللي كتشافوا فوراهم 3362 رقم ممتاز جدا، ولكن ان شاء الله من هنا للقدام هاد الارقام راه غادي تبدا تحسن وغادي تبدا ترتفع. علاش؟ حيت حاليا في ايطاليا راه كاين 255 الف شخص كيتلقاو العلاج، لذلك في الايام القادمه راه عادي اننا نشوفوا 6000 7000 شخص كتعافى في النهار الواحد. لذلك يا اخوان العدد ديال الناس اللي تزادت اليوم او اللي كتلقى العلاج راه 18406. فيما يخص العدد ديال التحاليل راه كنتكلموا على 177 الف تحليله مقارنه بالامس اللي كانوا 124. النسبة راها اليوم كتنقص، البارح كان 13.6 اليوم 12.6، يعني في كل 100 تحليلة كنلقاو 12 واحد اللي بوزيتيف. فيما يخص الناس اللي كترقد في الإنعاش راها 1411 أي بزيادة ديال 127، والناس اللي في السبيطارات راها 13955 أي بزيادة ديال 958 شخص. فيما يخص توزيع الحالات حسب الجهات، لومبارديه وغنمشيو نشوفوا ثلاثه البروفينسيات في لومبارديه اللي الحال فيهم صعيبه. اول وحده هي بريشا 822، تابعها مونزا بريانسا فيها 1362، وبروفينسيا ديال ميلانو فيها 1940، فيها المدينه ميلانو فيها 768. فيما يخص باقي الجهات، ايميليا رومانيا 1413، البيمونتي 2458، الفينيتو 1556، ليماركي 380، ليغوريا 1127، كامبانيا 1761، توسكانا 1823، سيشيليا 860، لاتسيو 1993، فريولي فينيتسيا جوليا 241، لابروتسو 345، بوليا 611، أومبريا 314، بولتسانو 242، كالابريا 234، ساردينيا 174، فالي داوستا 57، ترينتو 257، البوليزي 66، وبازيليكاتا 77. فيما يخص الحالة الوبائية في المغرب راه الحالة صراحة العدد ديال الوفيات راه مقلق مقلق جدا، ومؤخرا راه وليتي كتسمع بزاف الناس كيقول لك راه العائلة ديالي في المغرب شخص مصاب شخص توفى. لذلك هذوك الناس اللي كانوا في الأول كيقول لك واش كتعرف شي واحد مرض بها ولا مات بها، دابا راه كنظن أنهم غادي يسكتوا. لذلك يا إخوان الحالة ديال الإصابة في آخر 24 ساعة كنتكلموا على 3988، يعني تقريبا 4000 حالة، العدد الإجمالي كيفوق 203000، الناس اللي تم الاستبعاد ديال مرام 18792، والعدد ديال الناس اللي تشافوا مؤخرا راهم 2784، العدد الإجمالي كيفوق 168000،
في العدد ديال الوفيات راه 72. كنذكركم انه الرقم القياسي كان 73. هذه يومين سجلنا 72، البارح سجلنا تقريبا 55 اللي ما خانتنيش الذاكره، واليوم 72. فيما يخص الحالات اللي كتلقى العلاج راه 31500. توزيع الحالات حسب الجهات فهو كالاتي يا اخوان: الدار البيضاء سطات 1925، الرباط سلاق نيطره 557، الشرق 422، سوس ماسه 288، طنجة تطوان الحسيمه 245، مراكش اسفي 154، بليمله الخنيفره 125، فاس مكناس 70، درعاتها فيلالت 60، العيون الساقيه الحمراء 55، قول ميمواد نور 50، والداخله واد الذهب 7 حالات. فيما يخص الدار البيضاء سطات: الدار البيضاء بوحدفه 1450، المحمديه 113، النواصر 85، سطات 79، وبرشيد 52. وكيف ما كتشوفوا هنايا جهه بليمله الخنيفره ازيلال 55، فقيه بن صالح 38، بليمله 25، خريب 5 حالات، وخنيفره 2 حالات يا اخوان. بهذا كنكون وصلنا لاخر الحلقه. تهلاو في ريوسكم والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.